السلام عليكم، معنا المنير في النشاط العلمي. مستوى الرابع، انتقال مرض فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه. أولا، ألاحظ وأتساءل، ترتدي الأطر الطبية لباسا خاصا قبل الدخول للإشراف على حالة المريض بفيروس كورونا المستجد؟ هنا عندنا أتساءل، شنو غادي نديرو؟ لماذا صغر كتابة ترتدي، وغادي نكتبو هاد الجملة، ترتدي الأطر الطبية لباسا خاصا قبل الدخول لإشراف على حالة المريض بفيروس كورونا. على حالتي المريض بفيروس كورونا المستجد، صافي دير علامة استفهام، سجل أخضر. ثانيا، أنجز النشاط. واحد، نشرت إحدى المؤسسات ببلادنا منشورة تبين فيها طرق الوقاية من إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبين الوثيقة إثنان أحد هذه المنشورات. ألف، أستخرج من الوثيقة إثنان أهم طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. هنا عندنا غسل اليدين بالماء والصابون، غسل اليدين بالماء والصابون، غادي نستخرجوا البعض منها. غسل اليدين بالماء والصابون، والصابوني ماشي والصابوني، بعد أي مصافحة، بعد نكتبو واحد جملة من هذا، بعد مصافحة أو ملامسة أي شخص مريض. مصافحة أي شخص بعد المصافحة، دير لها ال ب. أذكر وسائل أخرى لجأت إليها بلادنا للوقاية من تفشي المرض، الحجر الصحي، دي أول حاجة بعتها بلادنا، الحجر الصحي، فصيلة صحي، وضع فصيلة، وضع الكمامة عند الخروج، بزاف الحوايج، إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. كتب وضع الكمامة عند الخروج، قدروا نكتبوا حالة الطوارئ بالبلاد، عدم الخروج من المنزل، وضع الكمامة عند الخروج، الانقطاع عن الدراسة، هادو كاملين درتهم عند الخروج. النشاط الثاني، تمثل الوثيقة ثلاثة
وثيقة ثلاثة هي هذه، بقى في دارك باش تحمي بلادك. توجيها للمواطنين للمكوت في المنازل تجنبا للإصابة بمرض كورونا المستجد، فما فائدة ذلك؟ لمنع انتشار المرض، لمنع انتشار المرض بالعدوى بالعدوى هي مقصورة من المصابين إلى السالمين، باش ما تنتشرش العدوى من الناس المصابين إلى الناس السالمين إلى السالمين. السؤال الثالث، تعلماتي الجديدة. هنا عندنا الابتعاد، كمامات، احتياطات، السعال. للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد تنصح وزارة الصحة المغربية باتخاذ احتياطات أهمها غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، واستعمال مناديل ورقية عند العطس أو السعال. ورميها في سلة النفايات وتجنب المصافحة باليدين، إضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص بمسافة لا تقل عن متر ونصف. وقد اتخذت أيضا احتياطات أخرى أهمها الحجر الصحي، البقاء في المنزل، ووضع كمامات واقية عند الخروج من المنزل للضرورة القصوى. رابعا، استثمر تعلماتي. تمثل الصورة جانبه بعض طرق الوقاية من المرض كورونا المستجد. استخرج طريقة الوقاية الممثلة في كل صورة. ألف، استخرج طريقة الوقاية الممثلة في كل صورة. صورة أربعة، مثلا صورة أربعة عندنا وضع الكمامة. صورة أربعة وضع الكمامة. الصورة خمسة عندنا غسل اليدين، والصورة ستة عندنا الابتعاد التباعد. يلا كتب الصورة أربعة. شنو كتمثل الصورة أربعة؟ وضع الكمامة. الصورة ستة التباعد. عندنا باء، بعد إغلاق المدرسة بقي آدم في المنزل، ألاحظ الصورة وأصف النشاط الذي يقوم به. يواصل دراسته عن بعد من منزله. اكتب يواصل دراسته عن بعد دراسته عن بعد activité 2 j'écris pour les conduits à suivre et non pour les conduits à éviter devant les phrases suivantes.
قالك غادي نكتبوا نعم على السلوكات التي يجب اتباعها او نو ولا على السلوكات اللي اتجنبها. Pour me protéger contre le virus COVID-19, j'embrasse mon père dès qu'il rentrait à la maison. قال لك السؤال الاول كان نبوس الاب ديالي فوق ما يدخل للمنزل. غادي نديرو نو لحقاش خاص يكون الوقايه. نو كتب هنا نو. اي نو je me lave les mains à l'eau au savon. كنغسلو يدينا بالماء والصابون. وي je me frottais le nez et les yeux devant de se laver les mains. غادي نحكو الانف نتاعنا مع العينين ديالنا قبل ما نغسلوهم بلي ما. نو je me loigne de toutes les personnes d'une distance de 2 mètres. وي يعني خصنا نديرو تباعد على الاقل بزوج نتاع لي متر، زوج الامتار. وي هذيك راها كي اللي راك كاتب ماشي وي. Activité 3. Comment se lave les mains à l'eau et au savon? Et au savon? Mettre 1. Mettre le numéro de chaque étape devant la phrase correspondante. Adin diro. L'arqam li kaynin hna fsora li kanchoufouha. Adna. Had soual awal frotter le dos di دوما يعني كنحكو اليدين ديالنا بزوج تعليماتنا في الصوره رقم واحد غادي نكتبو ان. لا دوزيام كيسيون فروتي لا بوس دو شاك ما. لا بوس هو هذا اللي عندنا في الصوره رقم 4. 4 فروتي entre les doigts des deux mains. Kaina sura tania. Kanhko ma bin asabi diana. Frottez les ongles des doigts. Sura raqm 3 huma hado les ongles de doigts. 3 Rincez les deux mains à l'eau. 6 yadi. Frottez la paume des deux mains. 5. هنا عندنا النشاط الرابع. أضع علامة في أسفل الصورة التي تمثل وضع الكمامة بشكل صحيح. فين هي الصورة اللي كتمثلنا الكمامة؟ هي رقم 8. لارتداء الكمامة بشكل صحيح يجب أن أغطي أنفي وفمي. وفامي